ورجعنا لكم مرة تانية. وصلنا معاكم دلوقتي لفقرة الستات بتلعبها صح. زي ما قلنا قبل الفاصل معانا دكتور أسماء علاء الدين أخصائية الصحة النفسية، واللي هتكلمنا وتقدم لنا النهاردة بقى كده شوية نصايح عن إزاي نقدر نستعد صح ونهيئ نفسنا للسنة الجديدة. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بيك، عاملين إيه؟ إيه الأخبار؟ مبسوطة قوي إن أنا مع مذيعتين زي القمر كده. إحنا مبسوطين بالكريسماس أوتفيت بتاعتك النهاردة. عاملة ماتشنج معايا والله، جاي بايرك كده يعني. أنتوا الاثنين الأوتفيت بتاعتكم النهاردة على فكرة، وأنتِ ما كريسماس برضه واخد الألوان. ما أنا عاملة أهو في ستريس تهدي شوية. دكتور، عايزين نبتدي من الاول نقول للناس ازاي يبتدوا يخشوا السنه الجديده، ازاي يحضروا نفسهم للسنه الجديده. دايما بتكلم ان احنا لو تعاملنا مع السنه الجديده ان هي بالظبط زي الكتاب الجديد او الورقه الصفحه الجديده، لما نقلب بقى كل الدفاتر القديمه ونبدا بصفحه جديده، بس واحنا واخدين بالنا من الحاجات السلبيه اللي حصلت في السنه اللي فاتت والخبرات اللي حصلت في السنه اللي فاتت، هنعرف قوي 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 نعمل نموف اون من اي حاجه وحشه ونبدا حاجه جديده صح. ودي بيبقى ليها استعدادات نفسيه قويه جدا. اول حاجه ان انا يكون من جوايا اصلا عندي استعداد نفسي ان انا اتغير. ان انا اتغير ده مش معناه ان انا اتغير وخلاص كده بعشوائيه، لا، ان انا اتغير يعني اتطور. في فرق كبير بين التغير العادي ان الانسان حاله اتغير من حال لحال، وبين هو اتطور من نفسه، اتطور من شخصيته، اتطور من الصلابه النفسيه او المناعه النفسيه. وخلي بالك دي مهمه جدا، عشان ندخل سنه جديده بافكار وبلان جديده لازم يبقى عندنا جوانا مناعه او صلابه نفسيه كويسه. وانت عارفه ان اغلب الناس نفسيه بسبب ان هم حالات الاكتئاب، مش عارف ايه، الدولار غالي، ايه غالي، عارفه الضغوطات اللي احنا احيانا يعني بنقتحم فيها من غير ما تكون مسببه لينا حاجه. يعني انت الناس دلوقتي بقت بتدخل في الضغوطات دي من غير ما تسبب لينا حاجه. المذيع الفلاني قال مش عارف ايه، المذيعه قالت كذا، ما ده ضرك في ايه يعني؟ ما تعيش حياتك بمناعه وبصلابه نفسيه قويه شويه. بالظبط زي ما قلت يا دكتور، هو في ناس اصلا بيبقى عندها مشكله ان هي اصلا بتحب تركز مع الحاجات السلبيه قوي، حتى لو الحاجات السلبيه دي هي مش ولا هتفيد ولا هتضر. يعني معلش انا واحده هيفرق معايا ايه قوي انا شخصيا، يعني ما عنديش تجارات عالميه، في سعر الدولار ان هو النهارده بقى كذا وبكره بقى كذا، او في حاجات معينه، في حاجات فعلا اخبار سلبيه الناس بتحب تدور عليها وتنشرها. حقيقي يعني بتيجي تقول لها دلوقتي احنا في سنه جديده، بتقول لك يا عم سنه جديده ايه، صلي على النبي، جديده زي القديمه، كله زي بعض. وتلاقي عم ضيا مره واحده طلع فين. ازاي اقدر اخلي الناس تحاول تفصل شويه؟ احنا عايشين حقيقي، ومحتاجين نعيش بنفسيه كويسه. ازاي اخلي الناس تبعد عن الطاقه السلبيه دي، تجدد شغفها وحبها للحياه، للسنه الجديده اللي هي جايه، ما تبقاش كل الايام شبه بعض. اول حاجه لازم نتخلص تماما من القلق المستقبلي. الناس عندهم فوبيا وقلق مستقبلي، واحيانا بيكون وهمي. يعني ناس بتحب ترسم سيناريوهات وهميه اللي هو واحنا ستات شويه، طالما القعده بتاعتنا دي للستات، احنا ستات شويه احيانا بنقعد نرسم مستقبل وهمي، حاجات مش هتحصل، وتوقعات وسيناريوهات في دماغنا احتماليه ان هي تحصل بسيطه. فشهوه القلق اللي جوانا دي لازم نهديها شويه. وانا دايما اقول ان القلق ده شهوه واحتياج عندنا، اوكي، احنا لازم نبقى حاسين بالقلق تجاه حاجات، بس الحاجات دي لازم تكون طبيعيه، او لازم تكون في الاكستريم او منطقي على قد قدرتي اقلق في اللي انا اقدر اغيره. حقيقي، لكن القلق المستقبلي اللي دايما احنا حاسين بيه ده مفروض ان احنا نقلله شويه، ونقلل التوتر ونقلل الصراعات بتاعتنا. يعني ايه نقلل الصراعات؟ زي ما انت بتتكلمي بالظبط كده، في اننا احيانا بندخل او بنقحم نفسنا في حاجات ملهاش اي لازمه. انت مالك بفلان عمل او جاب او راح؟ وخلي بالك برضو السوشيال ميديا ليها تاثير كبير قوي 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 على الحياه بتاعتنا، وعلى الطاقه السلبيه اللي زادت، وعلى الاكتئاب اللي زاد. في دراسات كتير دلوقتي اثبتت ان الاكتئاب بتاع السوشيال ميديا يعني من اكتر الاكتئابات اللي احنا بقينا بنشوفها دلوقتي. باخر ستاديز اتعملت فعلا انه انستجرام هو المسبب رقم واحد للاكتئاب عند الناس، لانه طبعا الناس بتشير عليه طبعًا الحاجات البيرفكت، وانا شكلي حلو، ده غير فيسبوك. طب على يعني فكره، طب ما مهم جدا. طب ما فيسبوك برضو بيتشيري عليه كل الحاجات السوداء النيجاتيف، على يعني فيسبوك ده حقيقي. بس الناس بقى بتقارن حياتها طول الوقت، وزي ما بقول لكم الناس اللي عندها شاشه نفسيه هم ما بيبصوش لجوه، هم بيبصوا لبره. البلوجر الفلانيه عملت مش عارف ايه، طب الناس دي عايشه ازاي؟ هم دايما بيقارنوا نفسهم، الناس دي عايشه ازاي؟ طب احنا في ظل الغلا مش عارف ايه. فطول الوقت النيجاتيف انرجي هم بيشدوها لنفسهم من غير ما
يخلوا بالهم، لكن انسان لو عامل صلابه نفسيه حواليه، واقصد بالصلابه النفسيه ده ان هو ما يتاثرش بالحاجات الخارجيه، ابقى عامل بلان في حياتي وعارف انا مخطط لايه وداخل في ايه، مش لازم خالص ان في حدث خارجي ياثر عليا. مهم جدا ده، لان احنا طول الوقت هنقابل ناس هيحاولوا ياثروا علينا سواء بالسلب او بالايجاب، او احتماليه ان هم ما بيحاولوش ياثروا علينا، احنا اللي واخدين بالنا من حاجات وتفاصيل مش مهمه جدا في حياتنا. صح. عارفه يا دكتور كمان اللي حضرتك بتقوليه في موضوع القلق ده بيوديني لحته انه ما تقعدش، حتى يعني الدين امرنا بكده، ما تقعدش تتخيل البلاء، يعني طبعاً. بعد شر ما اقعدش اتخيل لو مامتي جرى لها حاجه، لو بابايا حصل له حاجه، لانه انت ساعتها هيبقى عندك ربنا رزقك بصلابه معينه وصبر معين تقدر تتحمل بيه، ما تقعدش تقول الدنيا غليت وهيحصل وهفلس، لما تفلس ربنا هيرزقك. عيش دلوقتي، انت لسه ما فلستش. دي الجمله العلاجيه من الاخر، لما تبقى تفلس يبقى تعالى نشوف هتعمل ايه ساعتها. ما تقعدش ما تنامش بالليل وتشوف الاسعار وهعمل وهسوي، اصبر شوف ايه اللي هيحصل. ده مهم قوي. عايزه اسالك على حاجه كمان، انت لسه كنت بتقوليها، بتقولي اخلي نفسي ما تاثرش. هل في ناس هي مولوده كده، مولوده بتتاثر؟ يعني بشوف ناس عارفه بتتاثر حتى بطريقه الكلام والبادي لانجوج بتاعه اللي قاعدين معاهم، هل في ناس مولوده كده ولا دي حاجه ممكن نشتغل عليها نطورها؟ خلينا أقولك ان الطفل بيتولد زي الصفحه البيضه بالظبط، لكن التربيه والعوامل الخارجيه والبيئه بتاثر والثقافه بتاثر جدا فيه، وعشان كده انا دايما بقول ان احنا بنعمل هيلينج لنفسنا واحنا كبار. احنا واحنا صغيرين كان عندنا ايشوز كتير جدا محطوط علينا واحنا صغيرين، احنا واحنا كبار بنبدا ناخد رحله التعافي. فعشان كده احنا ما ينفعش نتعاطف او نعمل امباثي مع حد هو شايف انه اهله عملوا مش عارف زرعوا فيه ايه، ان هو صغير كان عنده نقص في حاجات معينه فطلع خلاص بيحقد على الناس او بيكايد في الناس او لا، ما احنا كلنا مرينا بخبرات طفوليه سيئه. والتربيه ما كانتش احسن حاجه وما كانش في وعي وادراك كبير، لكن لما بنكبر بنبدا نعي لده ونبدا نحسن من نفسنا، احنا اللي بنشتغل على نفسنا عشان ونطور من نفسنا عشان نبقى ناس صح، ناس عايشه الحياه ليها هي مش عايشه للاخرين ولا بتتاثر بالحاجات بتاعه الاخرين. صح. طب هناخد خطوات، احنا داخلين اهو على السنه الجديده، هنعمل ايه بالظبط؟ هنقف وقفه، هنمسك ورقه وقلم بقى، ولا هنعمل ايه بالظبط ونحضر ايه للسنه الجديده؟ بصي انا دايما بقول ان احنا لو كل حاجه حسبناها في حياتنا بسلبيات وايجابيات هتبقى حلوه جدا، حتى لو علاقه لو شغل، دايما اي حاجه في حياتك اي خطوه اي قرار عايز تاخده احسبه بسلبيات وايجابيات. لو انت في علاقه مش مريحاكي او مش عارفه تاخدي قرار فيها، احسبي ايه الايجابيات بتاعتها وايه السلبيات بتاعتها، واحيانا بيلاقوا سلبيات وبيكملوا برضه. ايوه دي قصه ثانيه دي. لو احنا بناخد قرار في الشغل برضه احسب ايه الايجابيات بتاعته وايه السلبيات بتاعته، فاحنا طول الوقت هنحافظ على ايجابيات وسلبيات، ده رقم واحد. رقم اثنين، لازم اتخلص من المشاكل والضغوطات والسلبيات اللي كانت السنه اللي فاتت. ما ينفعش ادخل بيها، انا بقى بقول عايزه اعمل استعداد نفسي واتهيأ لسنه جديده، ما ينفعش ادخل بيها، ما ينفعش ادخل بيها وانا حاسس بحقد وغل ومكايده وعدائيه تجاه حد. طب بس دي مشاعري، اعمل فيها ايه؟ اعمل لها تعافي، اعمل كده كان انا باخد نفس وبسترخي وببدا من جديد، مش عشان حد، عشاني انا. دايما بقول ان الانسان بيشتغل على نفسه بيكون عشان نفسه، ده رقم واحد. رقم اتنين، الشخص الصادق والحقيقي هو اللي بيرتاح، يعني ناس الفيك بيبقوا دول هم اللي تعبانين مش احنا اللي تعبانين. والله يا دكتور انا دايما بقول ان الطاقه السلبيه والحقد والكذب والكره طاقه بتضر صاحبها، يعني انا يعني اكذب ليه؟ طب ما دي طاقه على فكره، ده مجهود انا عشان اكذب على حد، واكذب ليه؟ طب افكر احقد في شخص ليه؟ طب ما اركز في نفسي حقيقي. ما هي الطاقه السلبيه دي بس، الناس دي هي مريضه بده، يعني الناس دي هي فعلا غصب عنها لده، ومش كل حد عنده الوعي الصحي والنفسي ان هو يبقى فاهم مشاكله. خلي بالك احنا اغلب الناس برضو بتتجاهل مشاكلها. عندك حق، بتتجاهل. عندك حق جدا، والناس فعلا مش بالوعي الكافي والادراك الكافي، بس بقى احنا بنحاول نعمل ده، احنا بنحاول ننشر اللي هو ابدا سنه جديده. مش بقول لك ان انت تردم على اللي فات، لا، خد منه نتائج. طبعا اللي فات دايما نتائج، اتعلم منها غلط. طبعا. طب انت قلتي حاجه مهمه، انه واحنا داخلين على السنه الجديده عايزين نموف اون من القديم. ازاي موف اون؟ مش بس من علاقه عاطفيه سايباها في السنه اللي فاتت، مش بس من صداقه اختيار غلط في صحاب، ازاي موف اون من الحاجات الاصل؟ الوجع النفسي ده مش بزرار حقيقي، بياخد وقت عشان التعافي. ازاي بقى وانا داخله السنه الجديده اموف اون من الحاجات دي
بدون ما اضغط على نفسي، فاهمه قصدي؟ انت عارفه يا هند ايه اهم حاجه؟ ان انا احضن نفسي في العلاقه اللي انا هموف من انا سوري هموف اون منها دايما، لو حتى قرار في الشغل لازم احضن نفسي وطبطب عليه. احنا عندنا مشكله في التربيه كبيره قوي، ان دايما احنا بنلوم ودايما احنا بنحس بالذنب. خلي بالك ان في بنات بتفضل في علاقات كتير جدا، بنات بتفضل في علاقات بسبب ان هي مستخسره الوقت او المجهود او الحاله اللي هبدا من الاول بالظبط، وهنقعد بقى السنين دي تاني ولسه هحكي له بحب ايه وبكره لا إيه. وفي كلمه تانيه كلهم زي بعض، خلينا نعرفه احسن من اللي ما اعرفوش، او تلقي الذنب على نفسها. ما انا لو كنت عملت كذا كان حبني، ما انا لو كان شكلي زي فلانه كان مش عارف ايه، ما انا لو كنت خسيت شويه كان كذا. فاحنا لازم نتخلص من الاحساس بالذنب. بصي، في ثالوث قاتل انا دايما بقول عليه، ان الشعور بالقلق او مشاعر القلق اللي انا لسه متكلم عليها في الاول، والشعور بالذنب والشعور بالخزي. في ناس كتير بتحس ان هي شيء من جسمها من شكلها، ده يرتبط بالشعور ان انا قليله. طبعا ما هو ده بيهديني شعور بالدنيا، ولو انا حاسس بالدنيا خلاص بقى اقبل اي حاجه. طبعا السلبيه هتبقى موجوده عندي، الطاقه السلبيه، وطبعا ما هيبقى عندي هشاشه نفسيه، مش هيبقى عندي مناعه ان انا اواجه ناس، وطبعا هتاثر باللي حواليا، وطبعا هيبقى جوايا غيره وحقد من الناس اللي انا بشوفهم ناجحين. فهو الاحساس اللي بيسيطر على الناس او الثالوث اللي بيسيطر على الناس وفعلا بيقتلهم هم الثلاث مشاعر دول. وبرده عشان نوعي الناس، هم ما لهمش يد فيهم قوي، لان هم بيكونوا في شعور الدنيا ده. هو للاسف الشديد بيبقى علشان انا في البيت وسط اخواتي، صح جدا، كنت الشويه اللي ما بياخدش حب اكتر، وفي الشغل كنت هي تراكمات، والبني ادم ما بيبقاش عايز يحس بكده. بس بنبدا ندرك ده وبنبدا نتعافى ونتصالح، ان احنا مش لازم نبقى مثاليين خالص، ودي حاجه مهمه جدا، ان احنا مش لازم نكون مثاليين، احنا مش لازم نكون الناس الملائكه اللي بترفرف. مفيش حد كده. الناس اللي بتخش دخلت انا ما بغلطش، انا ملاك، دي انا ما بتعاملش معاهم اصلا، لان مفيش ده يا جماعه، احنا ما اتخلقناش كده. ولو مفيش غلطات، ما فيش نفسية، ما فيش شخص حاسس بذاته، ما فيش شخص حاسس ان هو اشتغل على نفسه. قريب جدا كان عندي حالة واحنا بنتكلم، عجبني كلمة كده قالها قوي، قال لي انا على ما وصلت للي انا فيه ده كنت اشتغلت على نفسي كتير، ومع ذلك انا جاي اخد استشارة عشان اشتغل على نفسي اكتر. فدايما اقول ان الناس اللي بتتردد على العيادات النفسيه والمراكز النفسيه دول مش هم سبب المشكله، هو اصلا عارف ان في مشكله وجاي يعالجها. الناس اللي هي مكابره، اللي حاسه ان مفيش مشكله. برافو عليك يا دكتور، دي نقطه مهمه جدا فعلا. اللي عنده انت بتعترفي بالمشكله فبتبتدي تحليها تعالجيها. اللي حواليكي بقى الناس الثانيه اللي بيبقى عندها درجه عاليه جدا من المرض النفسي دي، شايفه ان لا، ان هي زي الفل وان هي ما عندهاش مشاكل حقيقي. وهنا بقى هنا بتبقى المشكله فعلا حقيقي. وخليني اقول لك ان في فرق بسيط كده بين الاضطراب الشخصيه والاضطراب النفسي. اللي عنده اضطراب نفسي زي القلق او الاكتئاب او السكيز او الوسواس القهري، الناس اللي عندها اضطرابات نفسيه دي هي ناس بتروح تتعالج، او اللي حواليها بيبقوا حاسين ان في مشكله. لكن مضطرب الشخصيه ده انت بتلاقيه شخص مش مجنون، وفي نفس الوقت بيعمل حاجات وتصرفات غلط، وفي نفس الوقت بيأذي اللي حواليه، لكنه مش هتقدري تقولي عليه ان هو مريض نفسي. فدايما تشتكي مثلا واحده ان تقول لي انا جوزي عاقل جدا وكويس جدا في الشغل وكل الناس بتحبه، بس تصرفاته تصرفاته مش كده خالص، بيأذيني او بيأذي الاولاد، حتى بيكون بشكل غير مباشر. فهو مضطرب الشخصيه ده موجودين على فكره كتير جدا بسبب التربيه والبيئه والثقافه. فاحنا لما نيجي نوعي الناس بنوعيهم عشان خاطرهم، احنا مش بنقول لهم يا جماعه ما تجوش تاذونا، لا، انت نفسك بتاذي نفسك لما تكون شخص فيك، او لما تكون شخص مش شغال على نفسك في ان انت يبقى عندك وعي، يبقى عندك ادراك، يبقى عندك صلابه نفسيه. ودي مهمه وانا باكد عليها دايما، لان الناس اللي عايزه تبتدي، اللي هم شايفين ده في سنه جديده جايه فابتدي صح ازاي، او اعمل بلان ازاي امشي عليه بعد كده، الناس دي بتبقى محتاجه حد يقول لهم حوط نفسك تجاه السلبيات اللي احنا بنسمعها كل شويه. بالظبط. وحاجات بتاثر علينا زي ما قلت لك، هي احنا يعني مش هتاثر علينا لو احنا وعينا لده. ما هو ده يعني، احنا دايما نشتكي من اللي حوالينا واللي قدامنا، احنا مش هنعرف نغير اللي قدامنا في حاجه، لكن نقدر نغير نحط حدود. طب هنستقبل الكلام اللي قدامنا ازاي؟ هنحمي نفسنا ازاي؟ هيأثر علينا ولا هيأثر ولا مش هيأثر؟ فعشان كده بنشتغل على نفسنا عشان نحمي نفسنا من اللي قدامنا. حقيقة. هي دي النقطة المهمة جدا. صح. للأسف يعني موضوع كمان، حاجة كمان عايز أسألك عليها، ازاي في ناس في مدرستين بتقلك ايه، البعد عن الناس غنيمة، وانه خليكي بعيدة عن الناس، طول ما انت بعيدة عن الناس هتقدري تحافظي على نفسيتك، وحد تاني يقولك لا، انزلي واحتكي وخلي ده يأذيكي وخلي ده مش عارفة ايه عشان يبقى عندك الصلابة النفسية. انت مع انهي مدرسة؟
مع الاحتكاك ولا مع عدم الاحتكاك؟ انا شايفه ان العلم بيقول ان الشخص بطبعه، الانسان بطبعه كائن اجتماعي، اوكي؟ الانسان بطبعه كائن اجتماعي. المفروض يعني اللي يحصل ان التربيه تؤهله انه يكون اجتماعي سوي، ولكن ده ما بيحصلش. فاحنا مفروض نتعامل مع الناس، ولكن نتعامل مع الناس بوعي وادراك كافي. طب لو احنا ما عندناش الوعي والادراك الكافي ده، نستفيد من خبراتنا. يبقى احنا بنربط المقولتين او المدرستين اللي انت قلتيهم ببعض. انا استفيد من خبراتي، ما ينفعش ابدا اقول على تجربه ان هي كانت مغزيه جدا واليمه بالنسبه لي وابقى طالعه منها من غير نتائج. ما هو اوكي، ألمتني وجعتني وتجربه غلط، ولكن طالعه منها بنتائج. حتى لما باجي اتكلم دايما في العلاقات اقول ان الاكس ده على فكره كان مرحله مهمه جدا في حياتك عشان خاطر تعرفي بعد كده الاشخاص اللي شبه الاكس، فما خلاص دول ما ينفعونيش. فانا ما ينفعش كمان ما احترمش بتجيب نفس الشخصيه تاني. يعني انا اعرف حد هو بتكتب كده كان في عيوب كذا كذا كذا، هو ده اللي انا عايزه، واحد في نفس العيوب دي يعني عايزه اقول هي مين. للاسف الناس اللي بتبقى شغاله على نفسها، والكلمه دي على فكره بتعصبني، الناس اللي بتبقى عندها وعي طول الوقت وادراك هي بتعمل ايه، وبتاخد نتائج من العلاقات وبتاخد نتائج من التجارب اللي بتدخل فيها. حتى لما يكون في شغل، ليه بيبقى عندنا دايما سي في للشغل؟ يبقى عندنا كمان سي في للعلاقات، يبقى عندنا كمان سي في للحاجات السلبيه اللي احنا وقعنا فيها. ده مهم قوي. السي في بتاعي ده يقول لي ان النتائج اللي احنا عملناها دي تؤهلني بعد كده نمشي ازاي، نمشي صح ازاي، ناخد قرارات صح ازاي. يبقى عندنا دعم نفسي لنفسنا، خلي بالك مش طول الوقت نبقى محتاجينه من بره ازاي. صح. لا هو احنا فعلا اهم حاجه احنا فعلا نشتغل على نفسنا. نشتغل على نفسنا. الموضوع يا زلمه بصي الموضوع فيه تفاصيل كتير قوي. يعني يمكن انت بتقولي حاجه مهمه، اعاده التجارب المؤلمه دي متلازمه عند طبعًا. ناس كتير طبعا دي متلازمه، وبيبقى منشاها الاسره. الاسره بعمل ايه بقى؟ انا كبرت. أنا طيب انا كبرت اقول انا اقول, أنا أنا أقول يعني. ستوب. احب أيوة. نفسي اقدرها، ونفس الجمله اللي انا قلتها لك هعيدها تاني، ان انا احضن نفسي. ان انا احضن نفسي ده يعني اعمل علاقه صح مع نفسي. هل انا استاهل كده؟ انا هقول لك على حاجه يا هند. لو انت ليكي واحده صاحبتك مثلا بتحبيها قوي، وغلطتي فيها في مره واخدتي معاها وعد، قلت لها بصي اوعدك ان انا مش هغلط الغلط ده تاني ابدا، وانت يعني مهتميه بعلاقتك بيها قوي بتحبيها جدا، هل هتكرري الغلط ده؟ المفروض لا. احنا بقى مع نفسنا بنوعد نفسنا مليون، والله ما انا مكلمه لو اتصل بيا ولا رن عليا مش هرد عليه. الو ايه يا قلبي يا روحي. احنا عندنا مشكله ان بناخد وعود. انا الشغل ده ضغط عليا جدا، انا مش هكمل فيه، وخلاص بتبقى راحه وهي مش هتكمل فيه. المدير قال لها انت شكلك حلو قوي النهارده، خلاص انا هكمل فيه، هنعمل ايه الشهر ده؟ فاحنا عندنا مشكله ناخد وعود مع نفسنا وما نعملهاش. دي حاجه. الحاجه الثانيه، بنتاثر بالعوامل الخارجيه عشان خاطر فيها شاشه نفسيه جوه. انا مش حاسس بنفسي، مش حاسس ان انا استاهل كذا. في مره كان في اتنين جايين ينفصلوا عندي، ف جايين ينفصلوا يعني خلاص واخدين قرار الانفصال وجايين يشوفوا ايه ممكن يتعاملوا ازاي مع الولاد. فانا سالتها هو انت ليه مش عايزه تكملي معاه؟ فقالت لي انا حاسه ان هو ما يستاهلنيش. فالجمله دي على فكره دي ست فكرت، وبعد طبعا ما شفت التفاصيل لقيت ان هي صح جدا، بس دي ست فكرت هي تستاهل ايه وما تستاهلش ايه. برافو. احنا عندنا ناس ما بتفكرش بالكلام ده. برافو. فطبعا انت لو انت حسيتي بنفسك وقدرتي نفسك كويس جدا، وحاجه كمان بعتي عن الناس السلبيه. انا كنت اصلا واحنا قالوا لي التوبيك قلت لازم احنا نتكلم عن الناس السلبيه والناس المكتئبه والناس التايهه والناس اللي مش عارفه تاخد اي بلان او تاخد اي ريسك في حياتها او اي خطوه لقدام. ليه احنا نفضل معاهم؟ طب تعالوا نعمل ليه نبقى مسؤولين عن الاشخاص؟ خلي بالكم احنا برضو من التربيه ان احنا دايما بنبقى مسؤولين عن الشخص اللي معانا. ليه ما تشوف انا مش جايه انقذ حد دايما؟ برافو عليك. انا مش جايه انقذ حد، لانه دايما حتى اللي بيغرق انت لازم تنقذي نفسك الاول، تبقي واقفه على رجلك قبل ما تفكري تنقذي حد. ما فيش حد فينا بقى واقف على رجله زي ما انت بتقولي بسبب التربيه وسبب حاجات كتير. تعرفي يا هند ان اصلا دي لعبه نفسيه في العلاقات، ورجاله كتير جدا طبعاً بيعملوها.
ان عايزك تقفي جنبي بالظبط، او انا الجمله الشهيره طبعا او ماما او انا مش ماما يا حبيبي بس ثانيه مش لازم يقدم لك بقى، عشان احنا بقى عندنا وعي برضو بقى في ناس كتير بتتكلم على الموضوع ده، مش لازم يقول لك كده، بس ممكن يقول لك ان هو محتاجك جدا، برضو بتيجي بشكل غير مباشر ان هو محتاجك جدا في حياته عشان انت اللي هتظبطي له حياته كلها، فانت جواكي كده. ما هو لو مفيش ذات وملكيش مساحه خاصه، المساحة اللي الناس لازم يكونوا بعيد عنها، ما تشديش كل الناس ليها، لو ما فيش ذات وما فيش مساحة خاصة ايه اللي هيحصل؟ انت هتنبسطي جدا، هو ده الكيان بتاعك. هقولك ليه يا دكتور؟ لان احنا اتربينا على ان الست لازم تبقى طول عمرها بتضحي. حقيقي لو انت مش ام مضحية وتعبانة وطلعانة عينك تبقى انت مش ست عظيمة ولا ام مثالية. حقيقي لازم تبقي متبهدلة وكل حاجة علشان تبقي صح. فدي التربية اللي اتربينا عليها، ان الست لازم تضحي ولازم تصبر ولازم. فالراجل دلوقتي اتربى على كده في البيت، فجاي دلوقتي بيدور على مين؟ على ماما تانية. حقيقي. فبنعمل ايه برضو؟ بنكمل نفس مسيرة ماما اللي في البيت. حقيقي جدا. فده وبعد كده بيتضايق لان اصلا مع ماما في البيت، بس فهو بتفوق. عايز الست بتفوق في حتة زوجة او عايز بقى الحب وعايز اللي بيجيبها من بره، بيجيبها من بره. فاحنا الزوجة دي بتيجي بقى من بره، احنا بندخل في دايرة مفرغة مش فاهمينها. لكن بس ازاي ما اضحيش وفي نفس الوقت ما ابقاش انانية؟ لا، في دي ده سؤال مهم وجميل قوي يا هبه، كويس ان احنا نفهمه للناس. في فرق كبير بين الأنانية وحد بيحب نفسه، لان انا دايما بسمع في العلاقات ده شخص بيحب نفسه جدا. ايوه، ما هو لازم يحب نفسه الاول. فالانانيه دي ان انا اذيكي. انا اناني يعني احب نفسي لدرجه تاذيكي، لكن لو انا بحب نفسي قوي بقدرها، واحيانا بقول لك اقفل اقطع، انا دلوقتي لو سمحت عايز اقفل، انا عايز اقفل التليفون دلوقتي عشان خاطر انا متضايق. انت مش اناني، انت بتاخد بريك مع نفسك. او انا مش عايز اعمل القرار الفلاني ده عشان خاطر هيضايقني. انت مش اناني، مش معنى ان انا بفكر في نفسي ان انا اناني. الانانيه دي اول ماذي حد، اول ماذي حد ابقى انا شخص اناني. يعني للاسف يا دكتور والله الكلام معاكي ما بيخلصش، واكيد لازم تنورينا تاني ان شاء الله. خلصت وقت فقرتنا دلوقتي، ان شاء الله نكمل تبقى سنه سعيده وكلها استقرار نفسي وصحي وسعاده ومهني، وكل واحد يحقق نفسه فيه. خلونا نطلع دلوقتي نروح الفاصل ونرجع نكمل معاكم حلقتنا. استنوني.